تطورات تحديدا في الحديدة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، نتابع معك آخر التطورات وتحديدا ما يحدث الآن في محيط جامعة الحديدة. نعم، لا تزال الاشتباكات تجري بعد هجوم واسع شنته قوات المقاومة المشتركة وبالتحديد القوات النخبة التهامية وقوات المقاومة التهامية بالاشتراك مع بعض وحدات قوات المقاومة من الأطياف الأخرى تشترك في الاتجاه الآن وتشترك في عمليات قتالية بعد هجوم واسع بإسناد مقاتلة التحالف وأيضا أباتشي التحالف العربي الذي يقوم بقصف الأهداف الحوثية في محيط الجامعة، حيث تجري هنالك الاشتباكات وأيضا في حي الربصة والعديد من الأحياء في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الحديدة. وأتت هذه العملية بعد عملية تمويهية من قبل قوات المقاومة المشتركة في الجزء الشرقي لمدينة الحديدة بعد أن تم جعل الميليشيا الحوثية تتجه بالاتجاه الشرقي، تم ضربها والتقدم مباشرة من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، وهذا شكل حالة مفاجأة ومباغتة للميليشيات الحوثية. وتشترك حتى هذه الساعة مقاتلة التحالف العربي وطيران الأباتشي التي مشط جميع المناطق التي تكون أو التي كانت فيها الميليشيات الحوثية في متارس متقدمة، وتراجعت الميليشيات الحوثية من متارسها المتقدمة باتجاه أعماق مدينة الحديدة للتمترس بالمناطق المكتظة بالسكان في مدينة الحديدة، وجعل المدنيين دروعا بشرية لعملية الاشتباك التي تجري الآن في هذه المنطقة، في حين شنت مقاتلة التحالف العربي منذ الصباح سلسلة غارات مكثفة على مواقع الميليشيات وتجمعاتهم في شرق مطار الحديدة وفي الاتجاهات في حي تقريبا حي 7 يوليو وبعض وسوق الحلقة والعديد من الأهداف والتجمعات في هذه المناطق، كما شنت أيضا سلسلة غارات أخرى على الأرياف في محافظة أو في مدينة ومحافظة الحديدة، منها ما حدث في جنوب وغرب التحيتة وكذلك في ضواحي مدينة ومديرية زبيد وضواحي أيضا مديرية بيت الفقيه باتجاه مزارع الحسينية التي تختبئ الميليشيات في هذه المناطق. وتقول الآن أيضا قوات المقاومة اشتباكات شرسة مع الميليشيات تخوضها في الجهة الشرقية وبالتحديد عند دوار يمن موبايل ونيوماكس وهذه المناطق التي استولت عليها قوات المقاومة في وقت سابق، في حين حيدت العديد من القناصة بعد قصفهم بشكل مباشر حيث يتم تواجدهم، وحيث أن قوات المقاومة شكلت قوة ووحدة خاصة لرصد ومتابعة قناصة ميليشيات الحوثية والتعامل معهم. شكرا لك من الحديدة مراسلنا ياسين الرضوان. قال وزير الإعلام المنشق عن